يسير على دربها الآلاف من المسلمين رغم خلافات كثيرة بينهم. أنصارها تتنامى بشكل كبير، وانتقادات أهل السنة والجماعة لها لا تتوقف. إقبال ملحوظ على إحدى الطرق الصوفية في سوريا أثار تساؤلات عديدة حول ماهية الطريقة وسر ارتفاع عدد المريدين في هذا الوقت تحديداً. فما القصة؟ عرفت سوريا التصوف منذ القدم، وعاش فيها العديد من أعلام الصوفية، ومن أشهرهم شهاب الدين السهروردي صاحب الإشراقات، والذي يقع مقامه في مدينة حلب، كما تضم القائمة محي الدين بن عربي ومقامه بحي الصالحية في دمشق، وعماد الدين نسيمي الذي عاش في الفترة الأخيرة من حياته في شمال سوريا وله ضريحه في حلب. جدل لا يتوقف حول الطرق الصوفية، ويعتقد أغلب الشيوخ أن طقوس الطريقة تخالف العقيدة الثابتة في مسائل الإيمان وأصول العقيدة، وأن لها ممارسات مرفوضة، وتعتبر النقشبندية الخزنوية من أهم الطرق الصوفية المنتشرة في سوريا عموماً ومنطقة الجزيرة السورية بشكل خاص، وتنسب المدرسة الخزنوية للطريقة النقشبندية والتي سميت بهذا الاسم نسبة إلى أحد شيوخها وهو محمد بهاء الدين شاه نقشبند. وتعود الخزنوية في الأصل إلى الشيخ أحمد الخزنوي المولود في قرية خزنة شمال سوريا. تعلم الخزنوي العلوم بمدارس دينية تركية ليعود إلى سوريا لنشر النقشبندية والدين. دعوة الخزنوي الجديدة جاءت بعد تفشي البدع في منطقة الجزيرة السورية، وقيل إن الشيخ أحمد الخزنوي بنى مدرسة دينية كخطوة أولى، وبمساعدة مريديه وأتباعه اشترى الخزنوي أراضي كثيرة ووسع منطقة دعوته لجذب المزيد. وظل الخزنوي على ذلك حتى رحل عام 1950 تاركا خلفه أولادا كثر، ولكن لم يقم بتسليم أحد أولاده الخلافة على المدرسة بصفة رسمية. وبعد رحيله انحصرت الخلافة ما بين الشيخ عبد الغني والشيخ عز الدين، وفي نهاية المطاف تسيد الشيخ عز الدين زعامة الطريقة، وباتت الطريقة الخزنوية تحظى بمكانة كبيرة. ويعتبر محمد مطاع الخزنوي اليوم الممثل الوحيد والشرعي للطريقة اليوم بعد رحيل والده، ويمتلك مئات الآلاف من المريدين في سوريا وبضعة ملايين داخل تركيا وآخرين حول العالم. وتعد قرية تل عرفان المقر الأساسي الذي يرتاده محب الطريقة النقشبندية الخزنوية، والتي تبعد نحو 26 كيلومتر عن الحسكة. مع انطلاق الثورة السورية رفض الشيخ محمد مطاع دخول السياسة للحفاظ على منهج الطريقة، وتسبب ذلك في انخفاض نسبة انتشار الطريقة. ولعل أبرز ما يجمع الخزنوي النقشبندية بالطرق الصوفية الأخرى مفهوم التوبة، الذي يجب أن تكون دائما وحصرا للشيخ الذي يحمل سمة الإمام. ولعل من أصعب المحن التي مرت بها الطريقة عام 2005 حينما تعرض الشيخ معشوق أحد ممثلي الطريقة وشقيقه الشيخ محمد إلى حادث إنهاء الحياة في نفس العام بعد انخراط الأول في السياسة. ومؤخرا تلقى المريدون تعليمات بعدم الخوض في تفاصيل التحدث نهائيا سواء من قريب أو بعيد.